رعب يخيم على مدينة صنعاء، اشتباكات مسلحة في شوارعها، ومواجهات عنيفة في أزقتها بين عناصر حوثية وأخرى تابعة لحرس المخلوع صالح. اندلعت الاشتباكات في حي حدة على خلفية قيام الميليشيا بمحاولة نصب نقطة تفتيش أمام بوابة منزل نجل المخلوع في حي حدة السكني وفق مصادر أمنية، وهو أمر أثار حفيظة حرس صالح، ما أسفر عن مقتل عدة عناصر حوثية وقيادي مؤتمري مقرب من صالح. الأخبار الواردة من مناطق المواجهات تشير إلى توسعها إلى محيط مقر المؤتمر الشعبي، فيما تؤكد أنباء أخرى عن تحشيد متبادل للطرفين في أكثر من منطقة في ظل توقعات بانفجار الوضع بين طرفي ميليشيا الانقلاب. كانت صنعاء قد شهدت الأيام الماضية خلافاً سياسياً حول أحقية صالح بالاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، الاحتفال الذي استطاع الحوثي تحويله إلى مهرجان دعائي لرفض الجبهات ضد ما يسميه العدوان، بعد أن كان مقرراً له أن يكون كرفالاً شعبياً لقوة صالح. لا ترقى الأحداث الدائرة في صنعاء بنظر مراقبين إلى أبعد من كونها توترات أمنية بين الحوثي وصالح يمكن حلها، خصوصا مع تشكيل لجنة تحقيق من الطرفين وتأكيدات من المجلس السياسي الحاكم لصنعاء بحل المشكلة. لكن محللين يرون أن هذه الأزمة الأخطر من نوعها في صنعاء منذ قيام الانقلاب في سبتمبر 2014، ويمكن أن تشكل بداية لانفراط عقد التحالف الانقلابي الذي أدخل اليمن عصر الحرب والمجاعة والكوليرا.